مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الضغط الجوي يبقى مرتفع بحوض البحر الأبيض المتوسط، مما يسمح حاليا بعودة الصفاء على المناطق الغربية وحتى الوسطى، لكن شهد نهار اليوم إذا طقس غائم جزئيا أدى إلى تساقط بعض الأمطار بالنسبة للمناطق الشرقية، ستتواصل خلال هذه الليلة وحتى سلود ستعود على قمم المرتفعات الداخلية الشرقية التي يفوق علوها 1200 متر. غدا بحول الله أحوال الطقس المرتقبة دائما حسب مصالح الأرصاد الجوية ترتقب، إذا أجواء مغشاة جزئيا بالمناطق الغربية وحتى الوسطى، لكن بعض الأمطار المرتقبة خلال الصبيحة فقط بالمناطق التي تقع شرق العاصمة، لكن الأجواء ستعود مشمسة تماما بعد ظهيرة الغد بحول الله. الأمطار ستكون في المواعيد احتمالا تكون معتبرة على السواحل والولايات الداخلية. الطقس سيتحسن تدريجيا ابتداء من أواخر نهار الغد بالنسبة للشرق الجزائري. ثلوج أيضا مرتقبة على قمم المرتفعات الداخلية الشرقية التي يفوق علوها 1200 متر. الرياح أيضا تبقى قوية نسبيا، سرعتها يمكن أن تشتد لتصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، هذا على السواحل الشرقية. بالجنوب الجزائري استقرار لكل العناصر الجوية، عادة تشكل بعض السحب إذا العابرة بالنسبة لمنطقة الواحات، مناطق الجنوب الشرقي للوطن، زوابع رملية موسمية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري ومناطق الجنوب الغربي للوطن. درجة واحدة لكن تحت الصفر ستسجل خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد بالتحديد بباتنا، درجة صفر بقسطينة وسطيف، 3 درجات بالجلفة، درجتان بالتيرت والبيض، 6 درجات بالنسبة لقلمة، 9 درجات بوهران مستغانم وتلمسان، 8 درجات بالجزائر العاصمة عنابس كيكدا، 10 درجات بالنسبة لغردايا الواد ولاية بشار، 11 درجة ما بين الخط الرابع أدرار عين صالح تمن راس تجانيت، 13 درجة بتنوف، 20 درجة فيما يخص برج بجي مختار وعين قسام. عن ظهيرة الغد إذا درجات الحرارة القصوى ستنخفض انخفاض محسوس نتيجة عودة الثلوج على قمم المرتفعات، وعليه مصالح الأرصاد الجوية ترتقب إذا أن تصل 9 درجات كأدنى مقياس بباتنا، 10 درجات بقسنطينة وسطيف، 13 درجة بقلمة سقارة، 17 بعنبة سكيكدا، 22 درجة بوهران ومستغانم، 19 درجة بالجزائر العاصمة، 16 بتيزي وزور، 14 بالجلفة والبيض، لن تتعدى 25 بشمال الصحراء، 30 درجة بتندوف، 27 بأدرار عين صالح. ترتفع كلما اتجهنا نحو برج بجي مختار وعين قسام لتقارب 36 درجة. البحر على العموم سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب، وخاصة على سواحل الشرقية سرعة الرياح تشتد يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، 30 كيلومتر على السواحل الوسطى، ضعيفة تماما على السواحل الغربية. هنا الرياح ستأتينا إذا من مختلف الاتجاهات، لكن غربية شمالية غربية على السواحل الوسطى والشرقية. والختام سيكون بالمعلومات الفلكية لنهار الغد، شروق الشمس ليخص العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و7 دقائق. عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، لقائي معكم سيتجدد غدا بحول الله.